مرحبا بكم من جديد في هذا الجزء الخامس من الفصل الأول في مساق قانون الصحة العامة، وسنتحدث اليوم عن قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 بفصوله وتعريفه وأحكامه. وسنبدأ بهذه المحاضرة وسنفصل الأبواب لاحقا إن شاء الله. الفصل الأول تعريف وأحكام عامة من هذا القانون. ديباجة القانون، طبعا عندما يسن القانون في المجلس التشريعي الفلسطيني وتقدم النسخة الأولية للمصادقة عليه، توجد ديباجة تكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وعلى قانون الصحة العامة رقم 40 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2004 أصدرنا القانون التالي. من الذي يتحدث هنا؟ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا زمن قبل إعلان الدولة الفلسطينية. الآن تكتب رئيس دولة فلسطين، ما علينا، المهم أنه باسم الدولة يصدر القانون. الفصل الأول التعريف والأحكام العامة. المادة الأولى تعريف: يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون الواردة في هذا القانون فقط في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة هي وزارة الصحة. إذا وجدت هذه الكلمة في مصطلحات هذا القانون أينما وجدت في المواد كلها يكون المقصود بها وزارة الصحة، الوزير وزير الصحة. أما تعريف الطبيب في القانون: كل طبيب مرخص له قانونا بمزاولة أي من المهن الطبية، ويكون هذا الطبيب مرخص بحكم القانون لمزاولة هذه المهنة. المؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانونا لاستقبال المرضى وعلاجهم، سواء كانت هذه المؤسسة الصحية عبارة عن مشفى أو عيادة أو مركز صحي أو غير ذلك. المهن الطبية هي مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة فقط. ها هو الطبيب البشري، الطبيب بمصطلح القانون في السلايد السابق وتعريفه. الطبيب هو الذي يرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية. المهن الطبية هنا هي الطب البشري، المتخصص هنا طبيب، طب الأسنان المتخصص هنا طبيب، والصيدلة المتخصص هنا طبيب. المهن الطبية الصحية أو المهن الصحية المساعدة، وليست المهن الطبية المساعدة، هي مهن التمريض، التشخيص بالأشعة، يعني مختصين الأشعة، فنيين الأشعة، المختبرات الطبية سواء كان بكالوريوس أو فني، فحص البصر اللي هم اللي متخصصين في البصريات، تجهيز النظارات الطبية والعدسات، فحص السمع وتجهيز وسائل تحسين السمع، القبالة اللي هي القابلة القانونية، التخدير، العلاج الطبيعي وفنيين الأسنان، وأي مهن أخرى تقرها الوزارة كلها تندرج تحت المهن الصحية المساعدة. الدستور الدوائي هي القائمة المعتمدة من الوزارة والتي تتضمن المواصفات الفيزيائية والكيميائية والصيدلانية لمواد معينة أو ما يمكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية والحيوية التي يمكن أن تستخدم في وقاية أو علاج الإنسان أو الحيوان أو النبات. هذا الدستور الدوائي عبارة عن
مجموعة من القوائم المتعددة والمعتمدة من وزارة الصحة، تحتوي على جميع المواصفات الكيميائية والفيزيائية والصيدلانية لكل المواد التي تدخل في علاج الإنسان أو يمكن أن يشتق منها علاج، ولها تأثير فسيولوجي وحيوي، وتستخدم في الإنسان والحيوان والنبات كعلاج وتغذية كمان. العقار الطبي، كل مادة مسجلة في الدستور الدوائي، الدستور الدوائي اللي حكينا عنه فوق هنا، أي مادة مسجلة في الدستور الدوائي، وكذلك أي مادة تستعمل في التشخيص أو الوقاية أو العلاج لأي مرض يصيب الإنسان أو الحيوان، وأي مادة من غير الأطعمة التي تؤثر على جسم الإنسان أو الحيوان من خلال تأثيرها على البيئة أو الوظائف الحيوية لأي منها. يعني هي بس الكيمياء، الطعام لا يعتبر عقار طبي، لا يعتبر عقار طبي الأطعمة. المرض المعدي، كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين بأي طريقة كانت، هذا يعتبر مرض معدي. أما المرض الوبائي هو المرض المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة للمواطنين. الشخص المصاب أو المصاب في تعريف القانون هو كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملا لمسبب المرض المشتبه بالإصابة هو الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية، يعني من الفحوصات الطبية ومن سجله الطبي، أو من الأعراض التي تظهر عليه، يعني سواء كانت هاي الأعراض تم فحصها في المعمل والنتائج، أو ظهرت عليه بشكل فيزيقي بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرض معدي، هذا هو المشتبه بالإصابة، يعني التشخيص بدل على وجود مرض معين. العزل هو عزل المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو المخالط لأي شخص من هؤلاء المصابين أو المشتبه فيهم في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع انتشار مسببات المرض. يعني الظروف الخاصة ممكن يتم حجرك في البيت أو حجرك في غرفة في البيت أو في مكان مناسب لظرف المرض. العينة هي الجزء المحدد الذي يؤخذ من أي مادة، سواء كانت هذه المادة غذائية تؤخذ منها العينات، أو دوائية تؤخذ منها العينات، أو مستحضرات طبية تؤخذ منها عينات، أو تؤخذ من جسم الإنسان زي الخزعة مثلا، ما بنعمل تحليل سرطان أو نعمل تحليل نسيج معين، أو إفرازات الإنسان السوائل والدم والبراز والبول من غرض إيش؟ لأغراض التحليل وأغراض التشخيص، وتكون كافية لهذا الغرض، تكون كافية الكمية طبعا أو المستخلص أو المستحضر هذا للفحص. الأغذية، تعريف الأغذية هي كل مادة يستخدمها الإنسان أكلا أو شربا أو مضغا، أو ما يمكن أن يدخل في تحضير تلك المواد أو تركيبها. يعني أي شيء بيدخل في تحضير الأغذية أو تركيب الأغذية يعتبر غذاء، يعتبر غذاء. تعريف الأغذية الخاصة هي كل مستحضر غذائي غير دوائي، مخصص لتغذية الأطفال الرضع أو لاستخدام مرضى السكري، أو يستخدم لإنقاص وزن الجسم، يعني أدوية الرجيم، أو زيادة وزن الجسم، أو أي أغذية خاصة أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير. طبعا الوزير هنا هو وزير الصحة فقط، تمام؟
إذا الأغذية الخاصة هي كل مستحضر غذائي غير دوائي مخصص لتغذية الأطفال الرضع، يعني زي الحليب الفورميلا مثلا، حليب الببرونة، أو زي الحليب الخاص بالأطفال اللي عندهم حساسية القمح أو حساسية اللاكتوز، أو لمرضى السكر، يعني زي مثلا المواد اللي بتقيهم من ارتفاع السكر، أو يستخدم هنا غذاء خاص لإنقاص وزن الجسم أو زيادة وزن الجسم، أو أغذية خاصة أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير وتصنف وتعتبر بالقرار هذا من قائمة الأغذية الخاصة. الطفل حسب التعريف الدولي هو كل إنسان لم يتجاوز 18 من العمر، يعني 17 سنة و364 يوم. في عيد ميلادك أو يوم ميلادك 18 سنة ما بتصير طفل، تنتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الشباب. مادة رقم 2 من هذا القانون أو الباب الأول، مهام وصلاحيات وزارة الصحة. تنفيذا لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على الوزارة، طبعا وزارة الصحة هنا، القيام بما يلي. الوزارة إلها مهام. ما هي مهام وزارة الصحة في القانون؟ تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وتنشئ هنا وأيضا الوزارة المؤسسات الصحية اللازمة لذلك لتقديم الخدمة، بهدف تقديم الخدمة. الوزارة هنا يقع على عاتقها ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها. المؤسسات الصحية الغير حكومية، الحكومة ما بترخص مؤسساتها، هي اوريدي حكومية ومرخصة بذاتها بتاريخ إقامتها، فقط الترخيص هو للمؤسسة الغير حكومية. ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والمهن الصحية المساعدة ومراقبتها، المهن اللي ذكرناها يجب على الوزارة ترخيصها. ترخيص الأعمال والحرف والصناعات الغذائية وأماكن بيع هذه الحرف والأعمال والصناعات ومراقبتها. طبعا هنا المراقبة مراقبة مراقبة، شايفين تتكرر، اللي هي مراقبتها من حيث الجودة، من حيث التركيب، التكوين، تاريخ الانتهاء، الحجم المناسب، السمية، الرقابة على الفاعلية، كل هذه الرقابة من قبل وزارة الصحة. أيضا يقع على عاتق الوزارة توفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانيات المتوفرة، ضمن الإمكانات، يعني الإمكانات هنا في الاقتصاد الصحي زي ما درست في مادة التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي. التأمين الصحي للسكان سواء تأمين عمال أو تأمين الحكومي أو التأمين الخاص وهكذا، يجب على الوزارة توفير هذا التأمين. تنفيذا أيضا لأحكام هذا القانون، ترخيص مصانع الأدوية، عفوا، إدارة المؤسسات التعليمية الصحية. إدارة المؤسسات التعليمية الصحية، أي مكان تعليمي صحي يدرب ويخرج ناس يحملوا شهادات لها علاقة بالصحة، يجب على الوزارة أو تكون من مهام الوزارة إدارة هذه المؤسسات التابعة لها، زي كلية الصحة، كلية التمريض تبعت وزارة الصحة اللي جنب مستشفى غزة الأوروبي، والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية. أيضا على الوزارة ترخيص مصانع الأدوية، مراقبة مصانع الأدوية بما يضمن جودة العقار الطبي المصنع في هذه المصانع، وذلك بإنشاء المختبرات اللازمة لفحص وتأهيل الطواقم الطبية، أيضا لفحص العقارات العقاقير، وفحص الأدوية، وفحص التركيبات أو المواد الغذائية والكيميائية، وتأهيل الطواقم المتخصصة، يعني تدريب الطاقم الطبي اللي بده يفحص في التراخيص ويعطي جودة لهذا العقار الطبي.
ترخيص الأدوية المحلية، أي دواء يصنع محليا الوزارة ترخصه، أيضا المستورد وتسجيل الأدوية ومراقبة المستودعات والصيدليات، المستودعات الطبية طبعا هنا والصيدليات التي تبيع المستحضرات والعقار الطبي، ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبة هذه التركيبات، وهناك يعني دجل واسع كبير في هذه التركيبات التي أحيانا تضر بحياة الإنسان ومستخدميها نتيجة عدم خبرة الناس اللي بتصنع هذه المستحضرات يدويا في المنازل وبيتم مراقبتها من قبل وزارة الصحة. وضع الأنظمة واللوائح الخاصة لسلامة الغذاء، سلامة الغذاء له فصل كامل سنتحدث به بالتفاصيل عندما نذهب هناك. أيضا إكمالا للمادة رقم 2، الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث الصلاحية والاستخدام الآدمي لهذه المياه، كما تحدثنا في الجزء الأول والثاني من مياه الشرب. ترخيص المنشآت الخاصة بجمع النفايات وكيفية معالجة النفايات والتخلص من النفايات، سواء كانت هذه النفايات صلبة أو نفايات سائلة أو نفايات سامة أو نفايات كيميائية أو نفايات غازية أو أي نوع من النفايات الذي ربما يضر بصحة الإنسان، فمن مهام وزارة الصحة مراقبة هذه النفايات. الإشراف على أعمال الإشراف الصحي على أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة، هنا الجهات المختصة أحيانا تكون البلديات. مراقبة الوضع الصحي للسكان القاطنين في حدود صلاحية الوزارة من خلال دراسة المؤشرات، هنا بيجي ايش الابيديميولوجي وعلم الأوبئة، دراسة المؤشرات الصحية المناسبة والبيانات الخاصة بالسكان والمجتمع حتى يتسنى لها عمل الدراسات وعمل الإحصائيات وعمل الاستراتيجيات للتخطيط للعمل الصحي في الدولة. أيضا الإشراف الصحي على شواطئ البحر وبرك السباحة العامة أيضا من وظيفة وزارة الصحة. الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة، هي ليست وظيفة من وظائف البلديات فحسب، لا، بل بالشراكة مع وزارة الصحة، لأنه أي شيء بيمس بحياة الإنسان هو من مهام وزارة الصحة. مادة رقم 3، التزام المكلفون بالتبليغ. من هو المكلف بالتبليغ؟ وفقا للقانون، طبعا القانون هنا المقصود اللي هو الدستور، يلتزم المكلفون بإبلاغ وزارة الصحة، الوزارة هنا، عن جميع المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وحالات الإصابة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها. يعني أي مرض بصير المكلف يجب أن يبلغ وزارة الصحة، الوفيات يجب تبليغ وزارة الصحة، الولادة يجب تبليغ وزارة الصحة. يعني شهادة الميلاد ما بتطلع إلا لما تأخذ شهادة من وزارة الصحة إنه هذا المولود تم بسلام في حدود وزارة الصحة، ويصدر له أيضا المتوفي شهادة الوفاة، والإصابة بالأمراض أيضا تعتني بها وزارة الصحة حتى بهدف أحيانا الدراسات أو بهدف الرعاية. شكرا لحسن الاستماع والمشاهدة.